أيها الإخوة، شعبنا اليوم يسمعنا وبيعد علينا كلماتنا ووعودنا، وإحنا إن شاء الله على العهد وقد الوعد ونثق في إن مصر تقدر تحقق كل اللي مقدمينه في هذا البرنامج وأكتر وأعظم وأجمل. ثقتنا في شعبنا ليس لها حد بعد ثقتنا في ربنا. مفتاح امتلاك الشعب للسلطة يعني ان البلد دي يبقى فيها إرادة سياسية عازمة على ان تحقق للشعب ما طلبه. الإرادة السياسية مفتاح رئيسي، إدارة كفؤة، وهنا عاوز أركز بالإضافة اللي ذكروه السادة أعضاء لجنة البرنامج، إذا ما تصلحتش الإدارة في مصر لا هتتحقق لنا لا عدالة اجتماعية ولا ديمقراطية ولا استقلال وطني. نريد في هذا البلد وإحنا عشنا وشفنا ولمسنا وشاهدنا وعانينا ودفعنا ثمن سياسات فساد واستبداد وتبعية بالدرع، دولة رخوة، دولة فاشلة، دولة عجزة، دولة عجوز، وكل هذه صفات دقيقة لطبيعة الإدارة والحكم في مصر. مش هنقدر نحقق اللي طرحينه في البرنامج ده واللي الشعب عاوزه بدون دولة شابة، دولة ناجحة، دولة كفؤة، دولة خالية من الفساد. عشان كده الحرب ضد الفساد هي مقدمة الانتصار الواجب في الحرب اللي بقول انها حربنا كلنا، الحرب ضد الفقر. مش هنقدر ننتصر على الفقر ولا غيره لو الفساد ما عشعش في أركان الدولة المصرية بل انتقل لقطاعات هامة في المجتمع خارج السلطة والدولة وأجهزتها. عشان نصلح أجهزة الدولة المصرية محتاجين أن نمكنها من أن تكون خالية من الفساد، شفافة، قابلة للمحاسبة من مجتمعها وبرلمانها ومحلياتها وإعلامها، قادرة على تصويب نفسها، مفتوح الباب فيها لمناهج وطرق تفكير جديدة تقدر تستقبل برامجنا الطموحة دي بروح وعقل وقلب وإمكانيات، وأن تتوافر فيها كفاءة مهنية واحترافية في كل جهاز تمكنها من أنها تكون دولة شابة كما يليق بمصر وكفأة وناجح. الإصلاح الإداري في مصر عنوان جوهري في برنامجنا. استأذنكم. اثنين، الرئيس جزء من دولة يحكمها الدستور، فيها صلاحيات لبرلمان ولحكومة، ونحن نعي إن هذا البرنامج وبيعبر عن طموحات يلتزم الرئيس بتحقيقها فإنه سيحققها محترماً البرلمان الذي سيكون له رأي والحكومة اللي هيكون لها دور في التنفيذ. لدينا أجندة تشريعية تحول هذه السياسات المقترحة في البرنامج والآليات اللي احنا محتاجينها لتطبيق هذه السياسات لنصوص تشريعية سنتقدم بها للبرلمان. بإذن الله ومدد أصوات شعبنا عندما أبدأ فترة الرئاسة ستكون هناك حالة انتقالية أو تتم لها يجمع فيها الرئيس قبل انتخاب البرلمان سلطة التشريع في يده مع سلطة التنفيذ. أعد بإني لن أستخدم
هذه السلطة التشريعية حال نجاحي رئيسا إلا في أضيق الحدود وفيما ينبغي إنجازه دون توسع في استخدام سلطة التشريع المتاحة للرئيس المنتخب قبل انعقاد البرلمان. لكني مسؤول معاكم عن صياغة تشريعية جادة لكل الأفكار الواردة في هذا البرنامج. سأكون واضحاً أني سأبادر في حدود الضرورة، ومن بين ما أراه ضرورات سأبادر لاستخدام سلطتي التشريعية فيها إسقاط قانون التظاهر والعفو عن كل من سجنوا بسببه في مصر. هنصيغ قانون للتظاهر يحترم حق المصريين ويحترم الدستور المصري. أعرف بأن هذه الأجندة التشريعية اللي ستقدم هتعبر عن أهداف للشعب المصري اجتهدنا أن نضعها في هذا البرنامج. في الدولة الناجحة الكفأة اللي ما فيهاش فساد لا يستقيم أبداً أن الشعب اللي هو مصدر السيادة الوحيد يمنع من أن يراقب أعمال الحكومة بكل الأساليب، ولا تقبل التشريعات التي تنتهك هذا الحق الرئيسي للشعب المصري واللي هي تعبير عن روح الدستور قبل نصه. لهذا قانون زي قانون 8 الذي يمنع طعن المصريين على الاتفاقات بين الحكومة والمستثمرين قانون لا أصل دستوري ليه، ولن أقبل باستمراره ولا بأي تشريع مماثل يغل يد المصريين عنه.